اتكلمنا في الجزء الاول في قراءه الكتالوجات الخاصه باجهزه التكييف، وقلنا من اهم النقط عندنا هي جزئيه الاوبريشن سبيس. وهنا انا اقصد بكلمه الاوبريشن سبيس هو وضع جهاز التكييف نفسه، مش مجرد ان انا هدخل على الكتالوجات عشان اشوف طول وعرض وارتفاع الوحده الخارجيه لجهاز التكييف. هنا المقصود بالاوبريشن سبيس هو المساحه اللي يشتغل او تشتغل فيها الوحده الخارجيه باعلى كفاءه وفعاليه. هنا الموضوع مش مقتصر بس على اني انا احط جهاز تكييف، لا، ده هنا كمان حركه الهواء وانسيابيه الهواء علشان اتخلص من الحراره اللي موجوده في الوحده الخارجيه، والهواء لما هيطلع ما يرجعش تاني للوحده، فبالتالي هيحصل هاي تمبريتشر، فبالتالي هيحصل هاي بريشر. التفاصيل دي كلها مهمه قوي ان انا لازم ادخل على الكتالوجات واقراها. هنا كمان وضع الوحدات، ما ينفعش احط الوحدات قصاد بعضها، ولو هحط الوحدات قصاد بعضها لازم يكون في مسافات، ولو جنب بعضها لازم تكون بمسافات معينه. الكتالوج هو الوحيد اللي هينص عليها، لان المصنع نفسه هو حاطط اشتراطات لاجهزه التكييف عشان تقدر تشتغل بشكل سليم. الموضوع هنا مش بس في الوحدة الخارجية، كمان في الوحدة الداخلية. الوحدة الداخلية والاشتراطات الخاصة بيها كأوبريشن سبيس، وضعها ايه، المسافة ما بينها وبين السقف قد ايه، المسافة ما بينها وبين الارض قد ايه، هل في سورس هيت جين عالي جنبها شباك مثلا بيطلع كمية حرارة عالية، او في كمية حرارة عالية جنبها، في مصدر بيطلع حرارة جنب الوحدة الداخلية. في تفاصيل كتير قوي، هو ده المقصود بيه، او ده هو قصدي بشكل واضح اكتر عن الاوبريشن سبيس، او وضع جهاز التكييف بشكل يخلي جهاز التكييف فعلا يشتغل باعلى كفاءه وفعاليه، وبالتالي حاجات كتير بقى حضرتك تقدر تستفيد منها مثلا استهلاك الطاقه، منها استهلاك الطاقه طبعا يكون قليل، معناها ان انا ازود من العمر الافتراضي للقطع اللي موجوده جوه اجهزه التكييف، من المراوح، من الكمبريسور، من الكنترول، من كل حاجه موجوده، لان انا مش بجهد جهاز التكييف، بيحقق درجات الحراره، فبالتالي كل حاجة هتكون ماشية بشكل سلس. فبالتالي مهم ليك انت كمستخدم لأجهزة تكييف او انت كمهندس تكييف ان انت تقرأ الجزئية دي، وانا سايب لحضراتكم بعض التفاصيل الخاصة بالأوبريشن سبيس الخاصة ب يعني نوع من انواع أجهزة تكييف. وبالتالي لما انا هتكلم عن جهاز التكييف دوت ووري حضراتكم ووريكم ازاي فعلا تحقق جزئيه الاوبريشن سبيس، ازاي بعد كده تحققها في ايا كان نظام التكييف بايا كان قدرته، انت خلاص بقيت فاهم الموضوع ماشي ازاي، فبالتالي تقدر تشتغل بشكل صحيح. تابعوني في الجزئيه الثانيه ان شاء الله، هنبتدي نتكلم عن نقطه مهمه جدا في قراءه اجهزه كتالوجات اجهزه التكييف بشكل دقيق، يخليني فعلا اقدر استخدم جهاز التكييف بتاعي ده باعلى كفاءة وفعالية. الله ينور عليكم. السلام عليكم.